ماذا بك يا روزي؟ رومبا، أخبرني، هل سمعت صوتاً؟ أي صوت؟ هذا الصوت. من يصدر هذا الصوت؟ إنه قادم من أعلى التلة. هيا لنكتشف الأمر. لك أيضا. ما هذا؟ ماذا تفعل يا فكري؟ اسمع. لك أيضا. أنت تضحك للصدى، وهو صدى مزعج للغاية أيضا. هيا يا بلبلة، إنه دورك، اصرخي أنت الآن. لا، أنا مشغولة، دعوت صديقي ونيس إلى نزهة لتناول الغداء. سلام. بكل سهولة. إذن بالمناسبة كيف يحدث الصدى؟ عندما تصرخ في مكان فسيح يتكرر كلامك أكثر من مرة فتسمعه من جديد. مثلا مرحبا. إلى اللقاء. سمعتما؟ الكلمة تتكرر. انتظر دقيقة. إنه صدى مضحك للغاية. لكن الصدى لا يرد بكلمة مختلفة. سأحقق في الأمر. تعال يا رومبا. كيف نزلت إلى هناك؟ أسرع يا رومبا. إنه يكررها مجددا. لا يبدو هذا التوت كافيا لشخصين. ها، كلامك صحيح. علي أن أسرع قبل مجيء ونيس. أريد إكرام ضيفي وأحضر له الأفضل. إلى اللقاء، استمتعي بالتوت. مع السلامة. غريب، تحرك رجاء. لا أحب هذا المزاح. أتلاحظ شيئا غريبا على وجه بينون؟ إنه يضع نظارة. ماذا؟ مرحبا يا روزي، وأنت يا رومبا. لما رسمت نظارة بالطبشور حول عينيك يا بينون؟ هذا غريب، أنا لم أرسم شيئا بالطبشور. هل سمعت ذلك الصدى المضحك؟ صدى مضحك؟ أي صدى مضحك؟ هيا يا رومبا. هل تسمع صوتي؟ أسمعك بوضوح. مضحك بالفعل. أوه، ما هذا؟ توت. أنا أحب التوت. هي. هيا يا روزي الآن. أفلتت منه مجددا. صيد كرز بالسنارة والتوت فكرة عبقرية. توقفي لو سمحتي. حسنا، تمهلي الآن. لعبة ذكية. في الحقيقة سأعترف لكم، لقد أوقعتم بي. وأنت أوقعت بنا يا سيد صدى. ما حكاية الصدى؟
أنت تعرف الصدى الذي نناديه. حلوة. نعم، وأنت ترد علينا حلوة بالفستق. إذا كان كرز هنا والصدى قادم من هناك، فإذا أنت لست الصدى. ها؟ بالطبع لا. من هو إذن؟ أريد إمساك هذا الصدى، وأنا أعرف طريقة لذلك. هل بقيت تكلم الصدى يا فكري؟ يسعدني هذا. لك أيضا. اتبعوا هذا الصدى، هيا. لك أنت أيضا. هناك، انظروا. إذا أنت هو الصدى. أهلا. نعم، أفترض أنه أنا فعلا. إذا أنت ونيس. بلبلة قالت إنك تحب الخدع، كانت محقة. نعم، لا يمكنني التحكم في نفسي. لكن ألست مدعوا إلى نزهة مع بلبلة؟ يا ويلي، مستمتعا للغاية بلعبة الصدى هذه، فنسيت النزهة. هل نسيت بلبلة فعلا؟ لن يعجبها هذا. علي ذهب. سلام. هل رأيت فرشاة الرسم يا رومبا؟ لا، سوف أبحث عنها يا روزي. لديك أغراض كثيرة هنا يا رومبا. هذه ليست أغراضاً، إنها أشياء مميزة. كيف جاءت هذه إلى هنا؟ شكراً. كل هذه الأغراض مميزة؟ لم يعد لديك أي فسحة. واو، فرحتي. أرجوحتي، عندي أشياء مميزة كثيرة، ولكن ماذا أفعل بهم؟ اسمع، اختر الأشياء التي لم تعد تستعملها وأعطها لغيرك. أعطي أغراضي لغيري؟ أجل، قدمها كهدايا. حسناً، يمكننا أن نجرب هذا. يا أصدقائي، معي كيس من الهدايا، من يريد؟ ياه، طائرة. شكراً يا رومبا. ما مناسبة الهدايا؟ رومبا يهدي ألعابه التي لم يعد يلعب بها. أنت حقاً كريم جداً يا رومبا. إهداء الألعاب فكرة رائعة يا روزي. أرزا، أهلاً، خذي هذا يويو. رومبا، أنت أرنب كريم جداً. لمن يمكن أن نقدم هدية يا روزي؟ لحن جميل. أنت تعرفين ألحانا كثيرة يا بلبلة. يكفي، جدت أوقعها. هذه الآلة عزيزة عليك، أليس كذلك يا بلبلة؟ كم أحب آلتي. أعزف عليها جيدا. اسمع. هيا تفضل، هذه مني إليك. شكرا يا رومبا. ما رأيك يا كمون؟ يقصد شكرا. من يريد هدية؟ يا لها من مفاجأة جميلة. أغراض رومبا كثيرة بالنسبة إلى أرجوحته، لهذا أنا أهدي بعض ألعابي. كم أحب الهدايا. ما هي هديتي؟ طبعاً ليس عندك أفضل من هذه. على العكس يا بلبلة، انظري. هل ستهديني صفارتك؟ هذا رائع، لا
لي أنا يا رومبا؟ أوه حسناً أنا الصفارة لا يا رومبا، إنه يهدي الألعاب التي لم يعد يحتاج إليها. أرجوك تفضلي يا بلبلة. لا أظن أن هذه فكرة جيدة. واو شكراً يا رومبا، سأعزف عليها بشكل أفضل من آلتي. هل أنت بخير يا رومبا؟ آه إنها مجرد أغراض، انظري إلى بلبلة كم هي سعيدة. والآن صار بإمكاني أن أعود إلى أرجوحتي الجميلة. أما بلبلة؟ بلبلة؟ رومبا شكراً جزيلاً على صفارتك. أوه الواقع أنا أهديتك الصفارة، ولكنها لعبتي المفضلة. أفهم تماماً ما تعنيه، إنها رائعة. وبما أنني أعطيتك إياها لم يعد عندي ما أعزف عليه. أوه مسكين يا رومبا، تفضل هذه لك. آلتك يا بلبلة؟ نعم لم أعد أحتاج إليها، صارت عندي صفارة مدهشة، سأعزف عليها لفكري. تعال واستمع إلي. رومبا أنت هنا؟ ما الأمر؟ طلبت من بلبلة إعادة صفارتي. وماذا قالت؟ أعطتني هذه بدلاً عنها، أنا لا أريد آلتها، أنا أريد صفارتي. ولكن يا رومبا أنت أهديتها، لم تعد صفارتك حق لبلبلة أن تحتفظ بها. تقصدين لم تعد لي للأبد؟ أوه يا رومبا أنا آسفة جدا، لقد أهديت كل أشياء مميزة. أرزا إنها غلطتي، أنا طلبت من رومبا أن يوزع بعض ألعابه، لكن لم أقصد أن يتخلى عن أكثر شيء يحبه في حياته، صفارته. أتمنى أن أستعيد صفارتي يا فكري. وأنا أيضا يا رومبا. ما زالت معي هذه على الأقل. أليست هذه آلة بلبلة؟ هي أعطتك إياها، لكنها الآلة المفضلة لديها، إنها فعلاً مفاجأة. آلتي كفى، أنت تعزف بشكل خاطئ، لن تصدر ألحاناً جميلة. أعزف بشكل خاطئ؟ ماذا عن عزفك على صفارتي؟ تنفخين فيها بشدة. لا أفعل. لا بل تفعلين. لماذا لا تتبادلان الآلات وتعلمان بعضكما الطريقة الصحيحة؟ نتبادل؟ تعني أن أعزف على صفارتي من جديد؟ عليك أن تنفخي بلطف هكذا. رومبا لقد استرجعت صفارتك. أنا وبلبلة تبادلنا. ماذا في العلبة؟ أتذكر الألعاب التي أهديتها؟ ليس عدلاً ألا تتمكن من اللعب بها، لذا وضعناها في هذه العلبة. وهكذا تلعب أنت أيضاً معنا وتحافظ على الفسحة في الأرجوحة. سأطير الطيارة من جديد، لكن هذه لم تكن لي. وضعنا كلنا ألعاباً لنتشارك فيها معك يا رومبا، علبة الألعاب المشتركة. أوه شكراً يا روزي، علبة الألعاب المشتركة فكرة رائعة. جيد أنك أحببتها. وأعرف أين يمكن أن نضعها. ترى أين؟ في سريرك طبعا. رومبا كنت أمزح. لنضعها قرب باب بيت الألعاب لتكون قريبة من الجميع. فكرة رائعة يا روزي، فكرة رائعة. ضربة موفقة يا لين. شكراً يا روزي. نقطة لكرز ولين. رائع. هل حان وقت الطعام يا روزي؟ ليس بعد يا بينون. هيا يا روزي دورك الآن، نحتاج نقطة. أوه
بلبلة، ماذا تفعلين عندك بالأعلى؟ أنا أنظف، صديقتي بطة ستزورني، أريد أن يكون المكان نظيفاً. أوه بطة 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 يا بلوطات، أخ ماذا تفعلون؟ عمل بلبلة لا ينتهي أبداً. آسفة. رائع. نقطة لكرز ولين. ياي، سوف نفوز. لن تفوز أبداً طالما أنا هنا، انسوا. لو كسب هذه النقطة فسوف يفوزان. عندها سآكل قطعة حلوى لذيذة من حلوى روزي. حسناً، إليكم أفضل ضربة عندي. أسرع. أين الكرة؟ لا 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 أعرف، لقد اختفت تماماً. هل يعني أن وقت الحلوى قد حان؟ هيا يا بطة، ترى أين أنت؟ بطة بطة بطة. أخيراً بطة بطة، أهذه أنت؟ ما هذا الشيء؟ بيضة بيضة بيضة. أوه هذا صحيح، هناك بيضة في العش. ماذا سأفعل بها الآن؟ بيضة بيضة بيضة. بلبلة بيضة، كم هذا جميل. حقا؟ لكن ماذا أفعل بها؟ تجلسين عليها طبعا. ليست مريحة جدا، ماذا أفعل الآن؟ ابقي مكانك يا بلبلة، تؤدين عملا هاما بجلوسك على البيضة. سأطلب من الجميع أن يحضروا لك ما تحتاجين إليه. أوه، مثل ماذا؟ مثل الطعام والشراب وكل ما تريدين. بيضة بيضة، حلوة حلوة، طعام وشراب. كفى إزعاجا يا بلوطات، بلبلة في حاجة إلى الهدوء. اذهبنا وأخبرنا الجميع بحاجتنا إلى المساعدة. ولكن فعلاً أنا لا أفهم، أين يمكن أن تختفي؟ قد تساعدنا بعض قطع الحلوى على التفكير. فكرة جيدة يا بينون. تعالوا تعالوا تعالوا. ما الحكاية يا ترى؟ بلبلة بيضة بيضة. بيضة بلبلة. فكري فكرة. هيا بسرعة، بلبلة في حاجة إلى المساعدة. ولكن ماذا عن الكرة الضائعة؟ وماذا عن قطع الحلوى؟ هل أنت بخير يا بلبلة؟ متعبة جدا وجائعة جدا. لا تشغلي بالك أبدا يا بلبلة، سنأتي إليك بكل ما تحتاجين إليه. هل تريدين قطعة حلوى؟ يم نعم، لقمة منها قد تساعدني. وأنا أحتاج الماء. سآتيك بالماء. وأيضا المكان هنا غير مريح. سأحضر وسادات وألعابا. أحتاج إلى بعض الألعاب. ستأتي حالا، تعالوا جميعا. هل يمكن أن نبحث عن الكرة الضائعة؟ فيما بعد، هذا الأمر مهم. حسنا، دورك الآن، وأنا أحتاج نقطة للفوز. وعندها نستطيع أن نأكل قطعة حلوى؟ بالتأكيد. أوه هيا يا رومبا. بلبلة أنت تتحركين. أوه لا، مرة أخرى. كواك كواك. ها هي. إنها تتجه صوب فكري. أنت سترافقينني. أمسكته.
أحسنت يا روزي. ها؟ هذه هي كرة المضرب. ماذا؟ نعم. أوه، هل البيضة بخير؟ أنا آسفة فعلاً يا بلبلة، لقد حصل سوء تفاهم بسيط. يبدو أن البيضة ليست فعلاً بيضة، إنها كرة المضرب التي أضعناها. لا أصدق هذا. أي أنك كنت تجلسين على كرة المضرب. كان هذا الأمر مملا جدا. في يوم ما ستكون عندي بيضة، أما الآن من يلعب معي؟ أوه، مسكين يا رومبا، اشرب هذا لتشفى. أوه، عندي زكام شديد. شكراً. أعطيني منديلاً من فضلك. أنت مسكين، لن تتمكن من الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة الليلة. الليلة؟ حفلة الحشرات الخفيفة الليلة؟ غير معقول. نعم، إنها الليلة. أمر مؤسف، صحتك لن تسمح لك بالذهاب. لا، لكن سأتحسن روزي. سأتحسن فعلا، صدقيني. خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حفلة خفيفة، حشرة خفيفة، حفلة حشرات خفيفة. حبات البلوط متحمسة مثلي يا فكري. نعم هي متحمسة، الفرق الوحيد هو أنها لا تعرف ما هي حفلة الحشرات الخفيفة، فهذه أول مرة لها. هيا اهدأنا، أنا سوف أخبركن عن حفلة الحشرات الخفيفة. هذه الليلة في اللحظة التي تغيب فيها الشمس فوق الملعب، تخرج الحشرات الخفيفة طائرة من مغاراتها وتلمع كلها في الظلام عندما تطير في الفضاء راسمة أشكالها الجميلة. ونحن نتزين ونرقص أيضاً، وبعد ذلك نقدم لها وليمة من البراعم التي تحبها. من سيساعدني في جمعها؟ أنا. رومبا مريض للغاية اليوم. مسكين يا رومبا، سأبقى معه إن أردت. شكراً يا لين، حاولي أن تعيديه إلى السرير. إلى اللقاء، سأذهب الآن إلى أرزة، سأعود بعد قليل. لين، ليس علي أن أعود إلى السرير، إنه مجرد زكام. اسمعي، لما لا نتمشى قليلا؟ لكن روزي قالت. أعرف، لكنني بخير. ستتأكدين خلال النزهة. حسناً، ربما. هيا بنا. إلى أين؟ لنساعد بينون في جمع البراعم للحشرات الخفيفة. لقد رأيت أشياء كثيرة مدهشة إلا حفلة الحشرات الخفيفة، وأخشى ألا أراها أبداً. ولكن لماذا يا أرزة؟ لأنها تطير على علو منخفض، ومن هنا يصعب رؤيتها. أنا حزينة جداً. لابد أن نجد طريقة لرؤية الحفلة. سوف أفكر في حل يا أرزة، أنا أعدك. رومبا مريض للغاية. أبعديه من هنا، أبعديه من هنا. فلتهدأي إذن يا بلبلة. قد نصاب مثله بما هو مصاب به، فلن نذهب إلى حفلة الحشرات الخفيفة. إنه فقط زكام. فقط؟ الزكام لا يقال عنه فقط.
هيا هيا أيتها الأوراق السخيفة. هل أنت بخير؟ لا بأس يا رومبا، ماذا تفعل خارج السرير؟ آسفة يا روزي، ليست غلطتك يا لين، أنا أردت التنزه، لكن ربما علي فعلاً أن أعود إلى السرير. نعم، هذا أفضل حل. هيا. خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حشرة خفيفة حشرة خفيفة، حفلة الحشرات الخفيفة. أين هي؟ هيا. بعد لحظات قليلة. إشارة يا بلبلة، مفهوم؟ الآن يا بلبلة، الآن هيا جميعاً اتبعوني. روزي روزي، هل هذه الحشرات الخفيفة؟ تعال وانظر، إنها مدهشة. أوه واو، شو؟ هيا بنا. شكرا يا روزي، أنت مدهشة. حسنا يا بلبلة، المحطة التالية. لقد نجحت خطتك يا روزي، الحشرات الخفيفة لا يمكنها الابتعاد عن البراعم اللزجة بالفعل. رأيت أمورا مدهشة كثيرة، والآن بفضلكم جميعا رأيت أمرا جديدا. افتتاح الكبير للمطعم الجديد والحديث، إنه الألذ، أطيب الحلوى في هذا المقهى، إنه مقهى بينون الصغير. أوه، سيكون الأمر رائعا. حلوى 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 حلوى، أحب الحلوى. حسناً يا فكري، سنأكل في الطبيعة أنا وأنت. أوه، كم هذا لطيف يا لين. وهكذا لن تكون وحدك. ولكن يا لين، لا بأس. مرحباً يا فكري، لين يجب أن ترافقينا إلى مقهى بينون، عليك أن تحضري الافتتاح الكبير. أوه، هل تمانع يا فكري؟ لا طبعاً، بلغي بينون سلامي. ترين ما أراه؟ ها؟ نزهة الخير يا فكري، أعني صباح الخير. أوه، انظر هنا، طعام جميل. هذا طعام لين. لا لا، توقف. أعتقد ستسمح لنا بتذوق القليل منه. قليل. لن تلاحظ أبدا. حسنا، قدمة واحدة. لنستمع إلى الإعلان الهام. أهلاً جميعاً، شكراً لمجيئكم إلى الافتتاح الكبير المقهى بينون الصغير. شكراً يا بلبلة. أعلن افتتاح المقهى. رجاءً اطلبوا ما تريدون من مساعدي. أنا أولاً يا مساعد، اقترب. والآن
لنرى. أنا أريد خصاً وطماطم في خبز بالسمسم مع بذور دوار الشمس، وأيضاً جبن. ماذا؟ ولكني لا أريد جبناً. معنا خبز، طماطم، عصير، وأيضاً حلوى لين. آسف يا روزي، المقهى مقفل. لم أقصد أن أكون أفضل طباخ في العالم، كل ما أردته هو مكان يفرح فيه أصدقائي. وسنفرح فعلاً يا بينون إن كنت أنت سعيداً. بلبلة، كمون، نظف المكان هنا. كرز، رومبا، أنتما ساعداني في المطبخ. لين، أنت مسؤولة عن الحلوى. لكن وماذا أفعل أنا؟ اجلس ولا تحرك ساكناً. من الآن هذا مقهى بينون للخدمة الذاتية، حيث يقدم كل واحد الطعام لنفسه. أعلن افتتاح مقهى بينون للخدمة الذاتية. جبن كعك حلوة. شكرا يا روزي. هذه أغرب وجبة طعام أكلتها في حياتي، وأكثرها مرحا. لن أفوت هذه الجلسة أبدا. أرأيتم؟ هذا أفضل مكان في العالم لاجتماع الأصدقاء. أحب الفقاعات. هذا جيد، إليك المزيد منها. هاي، هذا كرز. مرحبا، انظروا ماذا أفعل. من يريد أن يرى ركلتي؟ إنها مدهشة. فقاعات جديدة. بينون، انضم إلينا في لعبة الفقاعات يا كرز. هيا يا كرز، روزي ورومبا هما أبرع من ينفق فقاعات. ركلتي القوية أفضل. وهذه فقاعة جديدة، روزي ورومبا يحبان نفخ الفقاعات. يا كرز، ألم تفقع الفقاعات؟ مستحيل، لعبة مملة. صحيح؟ أنا أرى أنها مدهشة. المهم، سأذهب إلى لين، إنها ترسم صورة لي. أوه، فهمت، ظننت أنكما تلعبان لعبة التنكر. أبداً. فقاقيع فقاقيع، تنرد تنرد. انظروا كيف تعلم روزي ورومبا بسرعة نفخ فقاعات جميلة. أنا سئمت من فقاعات روزي ورومبا المدهشة. أنا بارع في بعض الأمور ككرة القدم، وأنا بارع في صنع الفقاعات. سأبرهن ذلك، سترون. قطرة، اثنتان. قطرتان تكفيان، إنه خليط فقاعات قوي. سأقوم بتجربة لأتأكد. روزي، رومبا، أهلاً يا كرز. هل بقي خليط للفقاعات؟ نعم، الكثير. حسناً، إن أعرتماني إياه سأريكما أكبر فقاعة في العالم. حسناً. استعمل القليل منه، إنه قوي جداً. هل حان دوري؟ خليط الفقاعات. أضف قطرتين، قطرة، اثنتان،
سأضع الأفضل الخليط كله. رسم جميل يا لين، وماذا عن رسم بلبلة؟ يا بلبلة لم ينتهي، ليس بعد. لماذا لا ترافقيننا يا بلبلة؟ كرز يريد أن ينفخ الفقاعات. كرز، لكن قال إن الفقاعات مملة. اسمعوني جميعا، استعدوا لمشاهدة أكبر فقاعة شاهدها العالم كله. هاي. أحسنت يا كرز، فقاعة لطيفة. لا أريدها لطيفة، أريدها كبيرة. هذه المرة سأنجح، انظروا لهذه. ليت لين ترسم بشكل أسرع من هذا، إنني أنتظر من فترة طويلة. لقد نجحت، لقد نجحت. انتبه يا كرز. انتبه أين تسير كرز. انظروا، هذه فقاعات العملاقة. كيف سنخرجها من هناك؟ ربما ستفقع وحدها. ليس إن استعملت المزيج كله، لقد صنعت فقاعة قوية، قوية جدا جدا. آه يا كرز. أمسكوا هذه الفقاعة. له من يوم مناسب تماماً للاسترخاء. بلبلة، أرجوك ابتعدي عن الغسيل. أوبس، آسفة يا بينون، ولكننا أمام مشكلة الفقاعات. يا لك من فنانة يا لين. شكرا يا أرزة، لكن أين هي بلبلة؟ لقد حان موعد رسمها. إنها الآن وراءك مباشرة. انتبهي. اخرجوني من هنا. كيف يمكن أن ننزلها؟ لا أعرف يا رومبا. أنا أردت أن أبرهن لهم أنني الأفضل في شيء ما. كل ما أردته هو أن يشاهد أصدقائي ركلتي القوية. هل يمكن أن ترينا ركلتك الآن؟ اركلها على الفقاعة لعلها تفقع. رفرفي يا بلبلة، رفرفي. نعم، لا أحد يركل الكرة مثلك يا كرز. ولا أحد يصنع فقاعة مثلك، أرجو ذلك. يا له من يوم جميل يا رومبا. رومبا، ما المشكلة؟ الممرضة لين قادمة، لا تدعيها تلفني بالأربطة أو تضع اللصوق على ركبتي. لن أقول ثانية. مسكين يا رومبا. يهي يو يب. لا بأس يا كرز، أنا هنا. قل لي أين مكان الألم؟ لا تقلقي يا لين، أنا بخير. لين تحب أن تكون ممرضة، صحيح يا رومبا؟ لا، إنها قادمة إلى هنا. لا يويو قبل أن تتحسن يا رومبا.
والقفز أيضا ممنوع يا رومبا. حسنا يا ممرضة لين. أصبحت بارعة في لعب دور الممرضة يا لين. شكرا يا روزي، كم أتمنى لو لم يكن لعبا. أتمنى أن يكون عندي مريض، شخص أعتني به فعلا. أهلا يا بينون. مرحبا يا روزي، أحتاج إلى المساعدة. إن زهرتي كئيبة وحزينة جدا، هل يمكن أن تفرحيها؟ هل حاولت أن تسقيها بالماء؟ نعم، بالكثير منه. نعم، هل كانت تحت أشعة الشمس؟ نعم، الكثير من الشمس. يهي، ربما تحتاج إلى شيء يسندها، إنها زهرة كبيرة. أصبت يا رومبا، أنت عرفت الآن السبب. حقا؟ نعم، إنها تحتاج المساعدة، هي في حاجة إلى تمريض فعلي. ماذا؟ تمريض؟ نعم، نعم، تحتاج إلى مساعدتي. أوه، شكراً يا ممرضة لين. وبفضل الممرضة لين تحسن العش أيضاً. وأخيراً اعتنت الممرضة لين بشيء ما، فالأشياء أيضاً تحتاج إلى العناية. هيا جميعاً لنبدأ العد العكسي. هل ساعة التوقيت جاهزة؟ هل أنت مصر يا كرز؟ هيا يا كرز. انتبه جيداً، أتفهم يا كرز؟ 3، 2، 1، انطلاق. والآن السرعة القصوى. كرز! كرز، هل أنت بخير؟ هل أذيت رجلك يا كرز؟ أم بطنك؟ رقمي القياسي. لا تهتم به الآن، هل تشعر بأي ألم؟ هيا ابتعدوا جميعاً، هيا ابتعدوا. هل سيكون بخير؟ سيكون بخير، لكن عليك أن تريحه طويلاً. شكراً يا ممرضتي. كرز، ماذا تحاول أن تفعل؟ سأحطم الرقم القياسي وبعدها أستريح. لن تلعب على المزلاج قبل أن يتحسن أصبعك، مفهوم؟ يبدو أن علي أن أهتم بك جيداً، اتفقنا؟ يبدو أن الممرضة لين وجدت مريضها الحقيقي. حسناً، إذن هجوم! هل أساعدك يا بلبلة؟ هكذا أفضل. شكراً يا رومبا، لا أعرف ماذا كنت سأفعل لو لم تأتي. حسناً، طالما أنني ساعدتك فهل تساعدينني؟ أي نوع من المساعدة؟ أريد أن أمسك بغيمة. طبعاً طبعاً. وفكرت طالما أنك تطيرين فأنت أفضل من يمسك بالغيمة. حسناً يا رومبا، كلمة أفضل هي كلمة طالما تستعمل في وصفي. سأستخدم الآن قوة سحري ورفيف جناحي لأحضر لك غيمتك. حظاً سعيداً يا بلبلة. سألقي الآن الكلمات السحرية للإمساك بغيمة. كيولمس نيمبو بينكي تينكو. تحاولين أن تصعبي الأمر علي؟ هيا يا غيمتي، رومبا يريد أن يراك. انزلي
هيا يا غيمة. ماذا تحاول أن تفعل؟ ماذا تفعل بلبلة؟ كنت أصل يا رومبا. انتبهي. معذرة. ما هذا؟ لقد منعتني من الإمساك بالغيمة. أمسكت بي بدلا منها. هل أنت متأكد أنها فكرة جيدة؟ ها؟ طبعا إن أردنا الإمساك بالغيمة ستغطي طائرتي بالصمغ؟ نعم، والآن ما أريده هو أن تنطلق على دراجتك بأقصى سرعة ممكنة ثم تترك الباقي للطائرة الورقية. هيا جاهز؟ انطلق. جيد، أسرع. جيد، لقد وصلت إلى الغيمة. سوف ننجح. وهو لا أصدق، سنمسك بغيمة. كيف هو الوضع الآن؟ ليس جيدا كما كان من قبل. رومبا، فهمت كيف علق منقارك فيها، إنها ضخمة. ما هذا؟ على الأقل أحدنا سعيد. رومبا، أنا أعرف كيف يمكنك الإمساك بغيمة. كيف؟ احتمي في أغصان يا حبات البلوط، إنها تمطر. إنها تمطر، إنها تمطر. نعم، إنها تمطر يا رومبا. بمعنى؟ تلك الغيمة ما هي سوى قطرات ماء صغيرة، إنها خفيفة ولذلك تسبح في الفضاء، ولكنها أحياناً تصبح ثقيلة فتنزل في شكل مطر. إن أمسكت بالمطر فكأنك تمسك بغيمة. إذن هنا توجد غيمة. إنها غيمتي. نعم، أليس هذا مدهشاً؟ أجل، هذا مدهش. شكراً لأنك لم تستسلمي. لقد أمسكنا بغيمة. ماذا هناك يا بلبلة؟ هل رأى أحدكم كرز؟ أنا أظن أن هذه له. كرز يا رود، كرز يأتي. طائرتي. ما هذا؟ آسف، أخطأت ثانية. لكنني أمسكت بغيمة. انظر. رومبا، هذا مجرد ماء. شكراً. انظري، قوس قزح جميل يا روزي. وهل ستطلب مني الآن أن أمسك لك بقوس قزح؟ لا تكوني سخيفة، هذا مستحيل. لكن أود قطعة من القمر لأنه مصنوع من الجبن. عليك أن تكتفي بشطيرة من الجبن. تذكر، نزهتنا لم تنتهي بعد. هذا كلام مفيد. إني أتمرن على هذه منذ زمن، وأخيراً أتقنتها. لن تصدق عينيكما. جاهزة؟ واو، هذا مدهش يا بلبلة. ماذا كان هذا؟ إنها حركتي الخلفية البارعة طبعاً. لين سوف تحب أن تراها، وبينون و... يجب أن تقيم استعراضاً.
أنت على حق، أروع استعراض للطيران على الإطلاق. يمكننا أن نساعد. لقد وجدتها، سنكون أم الريشات الطائرة. أوه، كم أنا متشوقة، لطالما أردت أن علينا أن نتمرن، لا وقت لدينا. أريد منكما أن تجهزا مسرحاً كبيراً للاستعراض المدهش الرائع. كبير كيف؟ كبير، أنا نجمة كبيرة جداً وأحتاج مسرحاً كبيراً. إلى الفضاء يا ريشات. والآن ما رأيكم؟ نعم، أحسنتم جميعاً. فعلاً بداية جيدة. فاشلة جداً. لست مضطرة لسماع هذا. قد تصبح ممتازة إن عملتم معاً. أنتما مستعدان؟ 3، 2، 1، انطلاق! بعد إذنكما، أنا في الوسط بينكما ومصرة على ذلك. حسناً، ما رأيك أنت؟ لن أقول شيئاً، في المرة الماضية غضبتي. عرفت رأيك. آه يا رمبا، هل تساعدني في تدريب الريشات؟ أنت تريدين مساعدتي؟ حسناً، ستجري الأمور على طريقتي. نحب الهوى، ننط ننط. آسف يا حبات البلوط، إنه استعراض طيران للعصافير وأنتن لستن عصافير. أنتن حسناً يا ريشات، القاعدة الأولى. هل يمكن أن القاعدة الأولى حسن الاستماع، الوقت قصير قبل الاستعراض. والقاعدة الثانية؟ عليكم أن تقوموا بالحركة نفسها ولكن في الوقت نفسه. الوقت نفسه؟ لكن أنا بلبلة، النجمة. هكذا، هيا بنا يا ريشات. بسرعة، وقت الاستعراض. كم أنا متشوقة. حظا سعيدا، هيا يا ريشات. هيا يا ريشات. لن تحاولي إبطائي هذه المرة. ماذا؟ أنا لم أفعل هذا من قبل. لن تستطيعي اللحاق بي. على الأقل أنا لا أهز ريشتيني لألفت انتباه الجميع. هذا يكفي، سأنسحب. سأنسحب أولا. بست، دورك. لا يا رب، أنا أنسحب. الاستعراض قد ألغي، الريشات قد انتهت. ليه؟ ماذا؟ لماذا؟ ماذا حدث؟ لن ينجح الأمر يا روزي، كل منهم يريد أن يكون نجما. لكن أنا النجمة. سنكون كلنا نجوما، ولكن لبعض الوقت، لكل منكم دوره. هل يمكنكم ذلك؟ نحن نرحب بالجميع في استعراضنا البديع، إلى فوق إلى تحت في كل الأنحاء. نحن الأشهر في الفضاء، نحن الريشات الطائرة، نطير ونحوم إلى الغيوم، أسرع من أسرع طائرة، نحن الريشات الطائرة. واحد،
كان يلزم صمغ أكثر. ثلاثة! لقد عملنا معا. هيا إذن. والآن حان وقت الذهاب، انتهى العرض يا أصحاب، قضيتم أوقاتا رائعة معنا نحن الرشاد. الطائرة رائعة. مرحبا يا بينون، ماذا تفعل؟ أهلا بلبلة، لقد وعدت كمون بكرسي هزاز جديد عندما يرجع من عند الخالة. ومتى سيرجع؟ الليلة، الخالة ستوصله إلى هنا، لذا ليس لدي الوقت. الليلة؟ يجب أن نحتفل. لدي فكرة، سأقدم استعراضا. أتظن أن كمون سيحبه؟ بالتأكيد. أنا سأخبر الجميع، سنفعل شيئا لكمون. أصنع له لعبة، وأنا عندي بالونات. رائع! بينون سيفرح كثيرا بمساعدتنا جميعا. أين صارت كعكة الخوخ؟ غير جاهزة يا بينون، حبات الخوخ الجيدة عالية. لا تهتم يا روزي، سأساعدك. حالما أحضر بعض الأوراق والريش من عند صديقي فكري، أريدها ناعمة جدا لوسادة الكرسي الهزاز الجديد. سأعود حالا. شكرا يا بينون. بينون، في الوقت المناسب. حقا؟ لتساعدني في التمرين على حركاتي السحرية. هل نسيت؟ إنها مفاجأتي لكمون. نعم، سآتي فوراً. أوه بينون، سعيدة لأنني وجدتك. أنا منشغل قليلاً الآن يا لين، وعدت كمون بكرسي هزاز جديد. لكن هذه أيضاً لكمون، أريد أن أقدم إليه بالونات. أحاول أن أنفخها لكنها لا تبقى على المنفاخ، وأنت بارع في البالونات. هل نسي بينون؟ روزي، رومبا، انظر إلى الصاروخ الذي صنعته، سأختبر سرعة انطلاقه. إنه رائع يا كرز. ثلاثة، اثنان، واحد، انطلاق. ويش! بينون كان سيذهب إلى فكري ليحضر الأوراق والريش، لنذهب ونبحث عنه. هذا غريب جدا، ظننت أن بينون قادم ليأخذ حشوة الوسادة. تنط! رفرف! لكنني رأيته مسرعا نحو بيت كرز ولين برفقة لين. ابحث عنه هناك. أوه، النجدة! لست قويا كما يجب. النجدة! انتظر يا كرز، أنا قادم. أهلا. بالوني! ماذا أفعل بالخيط؟ يا بينون، انتظرتك فترة طويلة. سآتي حالا. الخوخ! فكري يريد أن يعرف هل ما زلت تريد الأوراق والريش؟ لا أعرف من سأساعد أولا. يبدو أننا جميعا أحضرنا هدايا للصغير. ما هذه القطع الملقاة هنا؟ الكرسي الذي وعد بينون كمون بصنعه، لكنه ما يزال قطعاً، ربما لم يعد لديه وقت. ماذا سيقول كمون عندما لا يجد الكرسي؟ وجدتها، هيا جميعاً، حان وقت القيام بعمل سحري. هاي! بينون! يا صغيري، اشتقت إليك. الجميع متشوقون لرؤيتك، لقد صنعوا لك هدايا جميلة. أحب الهدايا، وكرسي كمون. أما بدأت ب... أنت وعدتني. أعرف، ولكن... أهلا بك يا كمون، لا تقلق، إن بينون دائما يفي بوعده. ولكن لم يعد لدي وقت. ولن يخيب أملك أبدا.
لكن أولاً حان وقت لعبة السحرية. الكل مستعدون؟ أبركا بارسا، اظهر يا كرسي. كرسي كمون. شكراً. بالونات، صاروخ. ولكنني ماذا فعلت يا بينون؟ ساعدت الجميع ليعدوا هداياهم في الوقت المحدد، وهذا ما ساعدنا أن نساعدك. يم يم. استخدمت الخيط في صنع الكرسي، سأضع خيطاً أطول لاحقاً. خيط صغير للصغير. لما لا تجرب الكرسي الجديد؟ بينون، كرسي صغير. أظن أن صنع الهدايا أتعبه.